السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أستاذ فرمان. اليوم راح أشرح كيفية حصول على البيانات الارتفاعات الرقمية، ما يسمى بـ Digital Elevation Model DEM أو DIM. طبعا الDIM مثل ما تعرفون إنه عبارة عن صفوف وأعمدة من البكسلات، وكل بكسل يحمل لوكيشن افقي اكس واي، ويحمل قيمه اخرى داخل البيكسل اللي هو عباره عن الارتفاعات لكل بيكسل. والبيكسل الواحد لديجيتال اليفيشن موديل يختلف ابعاده حسب تخطيطه للارض، يختلف من ساتلايت الى ساتلايت. هسه في حاله الديجيتال اليفيشن موديل عن طريق الرادار ريموت سنسينج، هذا ديجيتال اليفيشن موديل، عندنا 1 ارك سكند دي اي ام، وعندنا 3 ارك سكند دي اي ام. الواحد ارك سكند دي ام شنو معناته؟ انه كل بيكسل داخل الصوره الفضائيه يغطي لك 1 ارك قوس، 1 ثانيه من جزء سطح الارض، اللي يقابل 30 متر في 30 متر على سطح الارض، اي بمعنى 900 متر مربع. اما 3 arc second DEM يغطي لك 90 متر في 90 متر على سطح الارض، اي ما يساوي مساحه 8100 متر مربع. هذا هو الديجيتال اليفيشن موديل عن طريق الرادار ريموت سنسينج. اليوم راح اشرح شلون بشكل مبسط شلون تكون حساب وشلون تحصل على هذه البيانات لمنطقه الدراسه او ريجن اوف انترست. زين، راح نجي الى الويب براوزر، راح نكتب يو اس جي اس ايرث اكسبلورر. زين، هذه هي المنصه تقريبا المثاليه المميزه في ايجاد او الحصول على البيانات الرقميه او الصور الفضائيه اللي هي تابع للقسم المساحه الجيولوجيه للولايات المتحده الامريكيه، United States Geological Survey Department. عندك هذه خلينا نقول واجهة المنصة، تقدر بالماوس تحرك أي جزء من سطح الأرض تريد تعرف البيانات المتوفرة لأي منطقة، وباستخدام الزوم إن والزوم أوت، أو عندك ملف كيمل فايل أو من الجوجل أث، أو عندك شيء فايل من أرك جاز تقدر تجيبه هنا تحمل. أولا حتى أعلمك الطريقة الأولى البسيطة عن طريق البوليجون، عندك هنا فوق عندنا سيرش كرايتيريا. زين، عندنا جيوكودر، فهنا تقدر تختار البوليجون او السيركل او بري ديفايند اريا. مثلا البوليجون، اذا كان عندك منطقه هنا بوليجون، بس نقرا بواسطه الماوس راح يحدد البوليجون. هسه عندنا البوليجون، راسا تقدر تروح على الداتا سيتس التاب الثاني هنا، وتحصل على بيانات ديجيتال اليفيشن موديل اللي موجوده في ديجيتال اليفيشن. جوا ديجيتال اليفيشن موديل اكو اس ار تي ام اللي هي شتر رادار تيرين موشن مالت الرادار. الديجيتال اليفيشن موديل عندك 1 ارك سكند وعندك 3 ارك سكند. احنا راح نختار ال 1 ارك سكند هذه، بس مو هسه. خلينا نرجع الى السيرش كرايتيريا. هسه اذا كان عندك منطقه من المناطق وتريد تعرف الديجيتال اليفيشن موديل مالته، هل متوفر هذا الصوره الفضائيه الرقميه او ما موجود، اول شيء تحدد المساحه على سطح الارض عن طريق البوليجون او عن طريق السيركل او عن طريق هذه. هسه عن طريق البوليجون عرفنا، زين راح نروح عن طريق الشيف فايل او الكي ام ال فايل هذه. زين، نيجي هنا تحمل ملف مالتك. اول شيء لازم اسوي لوجن، عفوا. هذا الحساب عندي لوجن موجود، راح اروح على الشيف فايل، راح اختار الكيمل فايل او الشيف فايل. الكيمل فايل من جوجل ايرث، لازم يكون عندك ملف حاضر بالكيمل فايل. هسه الكيمل فايل، هسه هذه منطقه الدراسه ريجن اوف انترست، انا محوطه بمضلع، هذه راح اسيبها على شكل
كي ميل فايل هنا راح اسيبه سيف اس واسميه فد اسم، بس هذه مسميه الاسم فراح اجيبه. فانتم لازم تسوون هذا الشيء بالجوجل ايرث اذا تريدون تجيبونه كملف كي ميل فايل. نجي هنا ال سايت 3 راح نجي نحمل البيانات، فطلع في المنطقة نفس الـ KML file هذه نفسه، طلع في داخل المنصة الإلكترونية لـ USGS حيث موجود في Digital Elevation Model. زين هسه نقول Close هذه، هسه راح نبحث، هسه جبنا سوينا Insert للملف مالتنا الـ KML file إلى داخل المنصة الـ USGS. هسه راح ابحث عن البيانات، راح اروح على الداتا سيتس وراح اقول له انا اريد ديجيتال اليفيشنز، وجوا راح اريد اس ار تي ام، واريد الدقه مالته 1 ارك سكند هذه زين، اللي هي يعاد 30 متر في 30 متر على سطح الارض. بعدين اروح على الريزلتس. زين بريزلت موجوده هنا، هذه هي ديجيتال اليفيشن موديل موجود. اريد اعرف هذه هل يغطي المكان هذه اللي اني حددته عن طريق الملف مالتي. اجي هنا اسمه فد شيء مثل شو فوت برنت، يعني اثار الاقدام. فشوف المنطقه مالتنا يعني من حسن الحظ موجود داخل هذا الديجيتال ايفيشن موديل، يعني هذا الصوره صوره واحده للارتفاعات الرقميه يغطي مساحه كبيره جدا، حيث محافظات او نقدر نقول اقليم راح يتضمن اقليم داخل هذه الصوره الرقميه. زين راح نيجي نحمل هنا ويبدي يحمل. قبل ما نحمل اكو يقول داونلود اوبشنز، ثلاث اوبشنات عندنا، عندنا واحد ارك سكن، عندنا واحد ارك سكن هل قد دي تي اي دي، وعندنا جيتف واحد ارك سكن. نحن اختارين الواحد ارك سكن فيروح على واحد ارك سكن، فاحسن شيء انه جيتف واحد ارك سكن. شنو معناته؟ اول شيء الصوره مالتك جيو، يعني رفرنس، اول ما تجيب الجي اي اس راح يقعد بالمكان الصحيح، يعني ما يروح اذا هو المساحه الاري اوف انترست موجوده بالعراق راح يجي للعراق، ما يروح غير مكان. هذا في حاله اذا اختارينا جيو تيف. جيو معناه جيو رفرنس، التيف يعني الصوره هي من نوع التيف، الاكستنشن مالته واحد ار سكن راح يغطي لك 900 متر مربع، كل بيكسل من هاي البيكسلات الموجوده في هاي الصوره الرقميه راح يغطي لك 900 متر مربع على سطح الارض. زين ونبدي نحمل. اول ما تبدي تحمل تقول داونلود وراح يحمل، يوديك على براوس اخر هنا فراح يحمل البيانات. انا راح اكنسل هذا الشيء لان ما اريد اخذ وقت، اقول كانسل. هسه شلون نكون حساب؟ حتى نكون حساب نيجي هنا نكتب هسه هذا الايميل، ما عندي حساب في داخل هذا الايميل، راح اكتب USGS Earth Explorer. اجي اطب على USGS Explorer هسه هنا لوج ان. حتى اكون حساب انا ما عندي حساب يوزر نيم وباسورد، فاجي جوا اكو ساين ان في حالة عندك حساب، اكو دونت هاف ان اكونت كرييت نيو اكونت كون حساب اخر. راح تدوس على هذا يوزر نيم، راح تطبب الايميل مالتك. زين انا يعني اول ما اطب راح يقول لي يا ايميل، طبب الايميل مالتك هنا. باسورد راح تخلي فد باسورد، فشوف بعض المرات ما يقبل كل باسورد، لازم باسورد قوي بارقام بشغلات اثماتيك مابس، عفوا اثماتيك يعني اشارات رياضيه. بعدين تكتب الباسورد مالت اللوخ هنا وراح تقول له اي ام نوت روبوت وتقول له كونتينيو. راح يجي لك ايميل الى داخل الايميل مالتك. زين تفتح الايميل مالتك يجي لك ايميل يقول لك جاي لك هذا الايميل. تفتح الايميل مثلا تفتح ايميل عندك فت لينك، دوس على اللينك ويدخلك في قائمه خلينا نقول تكوين الحساب بتفاصيل، راح يطلب من عندك تفاصيل وتكمله وراح يفتح لك الحساب.
هذا كل ما موجود في Digital Elevation Model. أرجو أنه كل واحد يسوي هذا الشيء. إذا صار عندكم مشاكل فد شيء تقدروا تدزون إيميل أو إشعار على الكلاسروم. مثل ما تعرفون Digital Elevation Model كلش مهمة في أنواع التطبيقات، مثلا تعرف الكنتور لاين المنطقة، تضاريس المنطقة، انحدارات المنطقة، السيرفس، اتجاه المنطقة. يعني بهواية هواية فوائد Digital Elevation Model. مثل ما تعرفون سوينا الفلو دايركشن، يعني ستريمز، الروافد، الدلينيشن، عفوا الكنتور، يعني كل هاي الفيشرات، الروافد المياه، الانحدارات، الكنتور لاين، كل هذه استخرجناها من الديجيتال إليفيشن موديل اللي هي الارتفاعات الرقمية لرادار ريموسنسينج إيميجز. شكرا جزيلا على الاستماع. أتمنى أنه تستفادون من الفيديو. والسلام.